حبينا قوي برضو كريم قاسم، يعني كريم طبعا اول مره يقدم النوع ده بالكوميديا اللذيذه الخفيفه ديت. شوفي انا كريم كنت خايف منه جدا في الدور ده، وكان مرشح برضو حد ليه في الاول، واللي كان شايفه في الدور يحيى اسماعيل. وكريم احنا مش ما كناش اصدقاء قبل العمل، واتقابلنا في اول بروف الترابيزه الحقيقه، واول بروف الترابيزه انا شفت يحيى اسماعيل شايف فيه ايه. هو شايف فيه منطقه معينه كانت قلقاني جدا، لان ما شفتش كريم زي كل الناس اللي استغربت كده. انا كنت مستغرب اول ما طرح اسمه يعني. وبعدين اول ما شفته على بروف الترابيزه انا خلاص اطمنت، لان شفت بدل المخرج شايف فيه حاجه يبقى انا تمام. خلاص يعني شفت هيلعب الشخصيه من انهي منطقه. لا بس مثلا في اوقات فراغ يعني كان برضه، ما لسه هقول لك بقى اللي انا ما كنتش اعرفه. اللي كنتش اعرفه لما عرفت بقى كريم على المستوى الشخصي بعد كده، انه كريم اصلا ابتدى حياته كوميديان. بالظبط، هو كوميديان كدا. لا لا كوميديان يعني، كان هو بيقول لي انا كنت مقرر ان انا امثل ادوار جاده طول الوقت، لانه الناس ما كانوش بياخدوني بجد. يعني الناس didn't take me seriously. الناس كلها كانت بتتعامل معاه بنوع من انواع ان هو بيهزر طول الوقت. فهو كان واخد قرار انه يمثل ادوار جاده بس، ففجاه بعد عن الكوميديا تماما. فانا شايف ان هو رجع تاني للكوميديا بشكل فاجئنا كلنا بما فينا احنا صناع العمل في زينهم. انا حبيته جدا في النوع ده حقيقي في جيمي. بالظبط كده هو بجد حبيته. وكمان انا حاسس ان الدور مش بعيد عن تفاصيله الشخصيه في بعض الحاجات، يعني هو نفسه حط كمان من تفاصيل شخصيته الحقيقيه في الدور، فالدور حلق بيه في حته تانيه. داوود نفس الموضوع على فكره، احمد داوود من ممثلين برضو ما كنتش اعرفه قبل ما نتعرف يعني بشكل شخصي في زينهم، لكن الحقيقه هو كمان من الممثلين اللي عنده حضور قوي جدا سواء سينمائي او تلفزيوني، وعمل ادوار مهمه وكتيره جدا. فبيطلع لاول مره في حته كوميديا مرحاش وبرده كوميديا فيها بعض الجد وفي حته الزهق، فبرده دور صعب جدا وعلى شعره زي ما بيقولوا، بس هو اجاد فيه جدا. سلمى نفس الموضوع، سلمى ابو ضيف كانت معانا في راجعين يا هوا، ومقابر راجعين يا هوا هي كانت شيء، هي اللي بتقول ده والله مش انا اللي مش ده رايي يعني. وما بعد راجعين يا هوا كان نقله ليها في حته تانية خالص، لان هي كمان خدت الموضوع والدور في حته تانية خالص. فالنهارده انا في رايي كمان هي في زينهم بتكتشف منطقه تانية في نفسها، واتمنى ان شاء الله كمان ان القادم ليها يبقى احلى واحلى باذن الله. ما اعرفش بس ده هارد ديسك. وانت عرفت منين ان هو هنا؟ جميله بصي انا لازم اقولك انا بوصل لايه. فاكره الفيديو اللي هي بعتته لك؟ اه، قصة التوريدات اللي انا كنت من فتره بحكي لك عليها ما طلعتش صدفه. مش الكاميرا جت على مسؤوليه الزرع دي وقالت لك انها لقيت حاجه؟ ومعايا اللي يثبت ده. ايوه فعلا تصدق. فانا اصدع الهارد ديسك ده. لا دي روايات البوليسيه فعلا عامله معاك شغل عالي قوي. عيب عليك، ده انا قديم وعجبك، انا من ايام سلاحف النينجا. مش فاهم حاجة. مدير المشرحة يا بابا، بقول لك بعد يومين بقيت المدير. أنت بتهزر يا ولا؟ هو دي حاجة فيها هزار؟ ولا أنا قلت إن أنت هتنبسط وتفرح لي وتفتخر بيا زي ما أنت كده فخور بإخواتي ملوك البيتزا. لا لا، إخواتك دكاترة دكاترة. عموما بقى لعلمك أنا مش بس بقيت مدير. آه. أنا بقيت بكلم الجثث وهي بقت بترد عليا وتقول لي حصل لها إيه. بتكلم الجثث؟ شوف يا حبيبي عادي يعني، هو ممكن تكلم الجثث بتحصل يعني، انما ان الجثث ترد عليك دي تبقى مشكله. هي بصراحه كانت بترد عليا. يبقى لازم اجيب لك مستشفى المجانين تاخدك من هنا حالا. في يا بابا بهزر معاك، هو في حاجه اسمها يعني جثث بتتكلم بجد؟ طب قول يا اخي وتقول دعابه كده خلينا افهم. بس فهمني يعني، بس ازاي يعني هيعملوك مدير وانت يا ابني زي ما انت شايف كده وانت في الضياع خالص يعني؟ بقول لك ايه، اوعى تكون اتكلمت مع مستشار حلواني، انا مش ناقص جمايل من حد. يا بابا ولا كلمت حد ولا جمايل ولا اي حاجه. هو بس المدير بتاعي حصل له مشكله فانا مكانه لحد لما يرجع. مدير احتياطي يعني.